بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. النهارده هنعمل مع بعض الشاورما البيتي بطريقه سهله جدا وبسيطه. في حاجات كده بنعملها في الشاورما بتخلي لنا في الاخر الساندوتش يطلع مظبوط. في التسويه عندي تقطيعه اللحمه نفسها لازم تبقى كلها الجوليان اللي هو شرايح رفيعه قوي دي متقطعه تقطيع كلها زي بعض عشان التسويه ما تبقاش حته كبيره حته صغيره فتاخد وقت في التسويه. طب عندي بعد كده التتبيله، ايه اللي بيخلي لي التتبيله تخلي لي حته اللحمه طريه وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو؟ انا عايز اعمل الشاورما زي اللي تبقى على السيخ كده بتبقى لونها ذهبي، ودي الطحينه اللي بتديني اللون الذهبي بتاع الشاورما. يبقى اول حاجه احط طحينه خام على التتبيله، ليه؟ عشان اللحمه نفسها لو انا هعمل سيخ او هعملها في الطاسه يبقى لونها الذهبي وطعمها مسكر شويه. طب عايز طري اللحمه ما تنشفش احط لها زبادي. طب عايز اخلي اللحمه مثلا بجيبها بتشد شويه بسويها بتاخد وقت كتير قوي في التسويه ارجع عليها بتشد، هنا هتبل التتبيله الشاورما من قبلها بيوم واحط عليها شويه من الخل معلقه او معلقتين بكتير قوي عشان ما تغيرش الطعم. النهارده عندي لحمه بوم ميت، هي من احسن اللحوم الموجوده في مصر دلوقتي، وهي هنقول يعني زي البلدي ويمكن احسن كمان لان هي العجول نفسها هي من احسن السلالات اللي موجوده على مستوى العالم ومتربيه هنا في مرعى كويس ومذبوحه في مصر على الطريقه الاسلاميه. عندي كده طبق الشاورما هيجي لك كله متقطع وده هيوفر عليكي، والطبق الاسود ده عشان الدم ما يبقاش فيه دم، الاطباق دي بتسحب الدم، واصلا الذبح ليه طريقه ان هو بيعلقوا اللحمه شويه عشان تنزل كل الدم اللي فيها، ما تاخديش كيس اللحمه عند الجزر وتروح البيت تلاقي في دم في الكيس، طبعا ده بيفرق في الميزان ومش حلو وبتبقى استعجل على التقطيع والتشويح. عندي الطبق هيجي لك متفاكيوم كده مسحوب منه الهواء، وبتبقى اللحمه اصلا لحوم الانجوس بتكون لونها وردي شويه، بس عموما اي لحمه بتكون متغلفه بتبقى واخده اللون فاتح، لما تفتحي الكيس كده وتعرضيها للهواء شويه بتلاقي ان اللون بتاع اللحمه ابتدى يغمق، يبقى اللحمه دي اصلا لونها فاتح، لكن لو انا فتحت الكيس كده وسبتها شويه هبص الاقي لونها ابتدى يغمق. افتح بقى الكيس كده من هنا، وقلنا قبل كده كتير وما زلنا هنقول ده، كل الناس بتقول ان اللحمه ما بتتغسلش لان لما بتتغسل فوائدها بتقل، ودي معلومه مهمه جدا او نصيحه مهمه. فانا بحط اللحمه بتاعتي على طبق بيسحب الدم بحيث ان انا ما الاقيش حته دم واضطر ان انا اغسل اللحمه. انا عارف ان في ناس بتقرف من كل الكلام ده. هنعمل ايه بقى عشان الشاورما؟ ممكن نقول التتبيله كده سريعا عشان اللي عايز يكتبها. عندي كيلو من اللحم الشاورما، عندي قطعة ليا صغيرة ودي اختياري، كوباية من الفلفل الألوان، نص كوباية بصل أحمر، نص كوباية طماطم جوليان، نص كوباية بقدونس مفروم، معلقة كبيرة من الثوم، والتتبيلة اللحمة اللي هنعملها من قبلها بيوم، بصلة مبشورة هناخد المية بتاعتها مع معلقة كبيرة من الخل، نص كوباية من الزبادي، ربع كوباية من الطحينة الخام، معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الجنزبيل وملح وفلفل أسود. الجنزبيل مهم جدا الأيام دي على أي أكلة بنعملها عشان صحتنا وينشط لنا المناعة شوية. عندي تتبيلة اللحمة، هخلي بقى الخضار ده في الوقت اقطعه في الوقت اللي انا هعمل فيه الشاورما بتاعتي. عندي اللحمه هنا هنزل بيها في طبق كبير وابتدي احط عليها التتبيله. عندي زبادي، الزبادي هنا هتخلي لي اللحمه بتاعتي طريه يعني حتى لو انا سويتها على نار حاميه قوي ما تنشفش مني. بعد كده قلنا الطحينه وبتدينا لون ذهبي في منتهى الجمال، ممكن احط معلقه او معلقتين كده كبدايه لو انت ما عملتيش ده قبل كده جربي هتديكي طعم في منتهى الروعه. بابريكا والجنزبيل والملح والفلفل الاسود، وهنا مش هكتر الملح قوي لان هنقع التتبيله فمش عايز تبقى حاجه. بعد كده عندي معلقتين من الزيت ومعلقه خل، يبقى الخل والزيت اهو، الخل عشان يخلي لي الانسجه بتاعه اللحمه طريه قوي حتى لو القطعيه مش مظبوطه او اي لحمه عايز اعملها شاورما الخل هيخليها لي ناعمه. طيب بعد كده الزيت بقى هنا ايه دوره على التتبيله؟ الزيت هنا دوره ان التتبيله تخش جوه انسجه اللحم ما تطلعش، يعني اللحمه عامله زي السفنجه كده، فانا لما احط لها التتبيله بتاعتي فتشربها ولما احطها على النار ما تخرجش منها تاني وتفضل اللحمه بتاعتي طعمها في منتهى الجمال. طيب البصل هنا هاخد الميه بتاعته بس، ابشر البصلايه كده على المبشره او في الكبه واقوم واخد الميه، وينفع نحط كله ينفع، بس انا ايه بعمل ده لتاني يوم يعني بجهز حاجه تبقى يعني احسن من اي مكان ممكن تاكلي منه شاورما حتى لو انت بتروحي عند اماكن بتعمل شاورما بس متخصصه يعني او بنعملها زيهم يعني. قلب بقى كده هنا، وادي كده اللحمه بتاعتي محتاجه بقى تتغلف بستريتش او تحط في بوكس وتخش الثلاجه لتاني يوم. بعد كده عندي الخضار، وهنا اللي هي دايما
السيخ الشاورما بيبقى عليه اللي هي من فوق وتسيح كده وبتدي طعم وريحه فظاع، فاحنا عايزين نعمل لاولادنا حاجه تبقى زي الجاهزه بالظبط. فهنجيب قطعه من الليه، والليه دايما قطعيها وهي متجمده، بلاش تقطعيها وهي فكه لان بتكون صعب قوي في التقطيع. ممكن احط عليها شويه ملح، احطها في الكبه وافرمها واعملها زي السمنه كده، وابتدي استخدمها لان لازم تتفرم كويس عشان ما تضايقش حد لو قطع سليم. اقطعها كده، وبعد كده اقوم واخدهم على طاسه سخنه. بسم الله، هنزل بشويه زيت، بس مجرد ما بنزل الليه بس على حاجه سخنه كده ابتدي اشم ريحه محترمه. والشاورما لازم عامله زي الكبده كده، لازم تتسوى على نار حاميه قوي. ليه؟ عشان ما تطردش التتبيله اللي جواها، ما تتسلقش يعني. اقلب بقى دول وانزل كده بسم الله. بصوا بقى، لو ما سمعتيش الصوت ده يبقى لازم ترجعي ترفعيها تاني من على النار، ولازم تبقى الطاسه سخنه جدا عشان ما تتسلقش وتلاقيها طلعت بقى الميه اللي جواها، هتحس ان هي لحمه مسلوقه مش شاورما خالص. يعني ممكن تعملي نفس الطريقه بالظبط بس في الاخر نتيجه تبقى مختلفه. بعد كده عندي الخضار، الشاورما بقى طبعا بتحب الخضار الكتير، طبعا ده بعد ما نسوي اللحمه او نعمل ده في طاسه وده في طاسه. شويه زيت تانيين في طاسه تانيه. عندي بقى احنا قلنا بصل شرايح وفلفل الوان او فلفل اخضر على حسب اللي موجود عندك، نقطعه كده شرايح رفيعه. وعندي الطماطم والبقدونس بنحطهم في الاخر خالص عشان ما يتحرقوش وعشان ما يتهريش، والاقي بقى ايه استمتع بطعم الطماطم والبقدونس، وخصوصا الخضره بتغمق لما تتعرض لحراره كتير. ننزل بقى هنا كده واقلب بقى الفلفل بتاعي واسيب دول على النار لحد ما يستووا، وبعد كده نرجع نكمل ونحطهم على بعض. استوت كده اللحمه او خلاص بقت ثلاث ارباع سوا، وبحاطط بقى الفلفل بتاعي عليها بسم الله كده. البصل والفلفل بقى دي كميه على حسب انتوا حابينها قد ايه، وعلى حسب حابين الخضار يبقى صاحي يعني بيقرش كده ولا لا، دي في التسويه بايديكم. بعد كده عندي الطماطم والبقدونس المفروم، ومهمين جدا يعني يعملوا الشاورما حطوا عليها الطماطم والبصل والبقدونس بيفرقوا كتير قوي. بعد كده الثوم، والثوم برضو يا جماعه لما بيتقطع في وقتها بيبقى فوائده اكتر، وفي نفس الوقت لما بيستويش كتير يتحرق يعني بيديني فايده اكتر بكتير. بعد كده اقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده بسم الله. وعندي بقى هنا حاجتين، ساعات بعمل الشاورما كده بس بسيبها على النار بتحرق مني والاقيها نشفت من تحت. حل ده نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه او مكعب زبده. يبقى لو انا اللحمه بتاعتي نشفت مني على النار، حلها ان انا ازود شويه ميه او شويه زبده هضطر لي اللحمه، ولو لقيت الميه نشفت قوي ممكن اغطيها بحيث ان البخار اللي خارج ده ما يتبخرش وينشف، يفضل فين في اللحمه يسويها لي كويس. هسيب دي بقى كمان نص ساعه على النار لان اللحوم الانجوس ما بتاخدش وقت كبير قوي في التسويه، وبعد كده نرجع نقدمها مع بعض. محتاجين بقى شويه عيش كايزر كده مع شويه مايونيز كاتشب مخلل شيبسي بطاطس، كل الحاجات الحلوه دي هنجهزها على ما الشوربه بتاعتنا تستوي. عدت كده النص ساعة على تسوية الشاورما، هبص الاقي بقى اللحمة بتاعتي خلاص كده استوت. طب هعرف ازاي؟ هاخد شريحة من الشرايح اللي قلنا كلها لازم تبقى قد بعضها، وابتدي اقطعها كده اشوفها هتقطع ولا لا. اهي لو سخنة قوي مش عايز اعمل ده بايديا، ممكن اخدها على البلانشة كده وبمعلقة خشب مثلا او اي حاجة اقطعها القطعة دي بحيث ان انا اعرف هي اتقطعت يبقى خلاص استوت، ولا عايزة تفضل تاخد سوا تاني. بعد كده انا حاطط بقى هنا الطحينه والبقدونس وكل حاجه، فانا محتاج بطاطس او شيبسي ومخلل والعيش بتاعي. ممكن ازود بقى مايونيز مثلا او كاتشب على حسب ما انا حابب او حسب ما اولادي بيحبوا ده. وبعد كده اقوم رايح واخد الشاورما كده على طول، وهتلاقوا طعمها معسل ومسكر جدا يعني. وابتدي بقى ايه احط على العيش الفينو بتاعي كده، سلام الكايزر او الكايزر الاصغر من ده شويه بيبقى الموضوع في حته تانيه خالص. ياخد بقى كده وارجع هنا تاني، هي مش محتاجه حتى كاتشب ومايونيز، محتاجه بس ان احنا ايه نحطها في العيش الفينو على طول، او في العيش السوري ممكن نجيبه جاهز ونبتدي نلف كل الشاورما بالشكل ده، وبعد كده نقدمها ونشوف بقى كده عصير كويس نعمل حاجه جنب الشاورما لاولادنا بحيث ان ده يبقى وجبه غدا متكامله. عاملين سندوتشات جاهزه ونعمل حاجه كده في الجو الحار ده ترطب علينا
في البيت. بعد بقى ما اعمل كل السندوتشات دي ممكن نعمل نفس الشاورما بالظبط مع رز طبعا لو احنا مش حابين نعمل السندوتشات، ولو عايزين بقى نطلب اللحمة بوميت او اللحوم الانجوس هنطلبها ازاي؟ هندخل نكتب على الفيسبوك بوميت بالكابيتال بالانجليزي على الفيسبوك، هنلاقي الصفحة بتاعتهم ممكن نطلب ده ويجي لنا لحد البيت في ثلاجة، ايه عشان كمان اللحمة بتاعتنا ما تفكش. هنطلع فاصل صغير ونرجع نعمل مع بعض عصير منعش كده يليق بالشاورما الجميلة اللي احنا لسه عاملينها. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا سندوتشات بتاعتنا ودلوقتي عايزين ازاي نشتري البطيخه الاول قبل ازاي ما نعرف ان احنا نقطعها. يبقى مهم قوي ان احنا نشتري البطيخه ما تضحكش علينا. ناس بتقول ان الخطوط الخضراء دي او كل ما تبقى البطيخه لونها اخضر اكتر كل ما تبقى البطيخه احسن، هو ده حقيقي بس مش في كل انواع البطيخ. وطبعا انت لو سالتي اي حد من معظم الناس هو ده نوعه ايه هيقول لك انت عايزه ايه، فيقول لك هو ده اللي انت عايزاه. فخلينا نستبعد النقطه دي في ان انا اختار ازاي البطيخه بتاعتي. اول حاجه لما بخبط على البطيخه كده لو حسيت بان هي بتلب معايا او الخبطه انا بخبطها دي ليها صدى صوت يعني جوه، فده معناه ان البطيخه قلبها فاضي، فطبعا دي ايه ما تشتريهاش. طب ايه اللي ممكن يبقى هو اليقين في الاختيار ايا كان بقى الفصيله او ايا كان النوع او ايا كان البطيخ ده جاي منين؟ العنق بتاعها وهي الحته اللي كانت متوصله بالشجره. اي ثمره في الدنيا لما بتستوي بتبقى الثمره بتاع العود بتاعها او الصاج بتاع النبات ماسك في قطعه الفاكهه بالشكل ده، بتبقى بحته كبيره قوي عشان تبقى ماسكه وتوصل غذاء كويس للبطيخه بتاعتي. طبعا كل ما البطيخه بتكبر وتستوي كل ما العنق ده بيصغر، يبقى الحته دي كل ما الاقيها ضيقه كل ده معناها ان البطيخه بتاعتي استوت كويس، وبكده اقدر اختار البطيخه بتاعتي وانا عارف كويس قوي او بنسبه 80% ان هي ايه هلاقيها حمراء. بعد كده التقطيع بقى، من جبنا البطيخه بنقعد نقطع كده وشرايح الموضوع بيبوظ. طب انا عايز اعملها عصير واخزنها في كاس، او عايز اقدمها على السفره او عندي ضيوف عايز اقدم حاجه شكلها كويس، او اقطعها ازاي بسرعه وبطريقه سهله اتبسط عليا. اول حاجه هقوم جايب البطيخه من الجنب، خلاص انا اخترت لونها اخضر غامق وقلنا ده مش قوي، قلنا هنختار من العنق بتاعنا من هنا ده يبقى ضيق عشان هو ده اكتر حاجه بتخليني ان انا اتاكد ان البطيخه بتاعتي كويسه. بعد كده التقطيع بقى، هجيب السكينه واقوم جاي هنا كده حاطط السكينه بالشكل ده عشان اقطع حته اقدر اوقف البطيخه عليها. بسم الله كده واقوم شايل دي واقوم حاطط لافف البطيخه على الناحيه الثانيه واقوم جايب السكينه نفس الموضوع واقوم حاطط دول على بعض كده وارميهم. بعد كده هوقف البطيخه بتاعتي وكمل ازاي بقى. اجيب السكينه، كل ما السكينه تبقى حاميه وكبيره كل ما ده هيسهل عليك. هعمل كده اكني ماسك منشور وابتدي اخد الكيرف مع البطيخه بتاعتي عشان تطلع مظبوطه. اجيب بقى ايه طبق كبير كده احط فيه كل القشر بتاعي على طول او ارمي فين في البطيخه. نقطع بقى كده. طيب العصير بقى بيتقطع نفس التقطيع؟ لا، العصير وخصوصا في البطيخ بيتقطع تقطيعه زي البراص البومفريت كده. انا عايز اقطعه صوابع عشان ازاي اطلع البذر بتاعه منه عشان لما احطه في الخلاط ما يبقاش ايه البذر طبعا لما بيخش الخلاط بيتفرم خالص ويبقى حتت صغيره كده ممكن تخلي الواحد يشرق او تعور زور حد. فطبعا حتى العصير ليه تقطيعه كويسه عشان ايه يتخزن في الفريزر، فيجي في المطعم لما حضرتك تقعدي في اي مكان تطلبي عصير بطيخ فيطلعه من الفريزر ويعمله على طول. وهنعمل ده حالا بس طبعا بعد ما نشيل ايه كل القشر ونشيل حته البيضه دي كلها. خلاص انا كده قشرت البطيخه وشلت كل الابيض اللي فيها ده. هنا بقى هقوم جايب النص كده بسم الله واقوم قاطع واقوم منزلها هنا كده على الوش ده وابتدي بقى اقطع. عايز اقطعها ليه
الاكل، فهقوم جاي هنا كده واسيب مسافه كبيره شويه، هقوم لافف دي، هقوم جاي بقى بالعرض هنا كده، نفس الشكل ده. عايز ارفع بقى الصف ده، اقوم بسم الله كده ادخل السكينه تحتيه، واقوم رايح ناقل ده هنا، نفس الموضوع في الناحيه الثانيه، واقوم ناقلها على الطبق او على سيرفيس كبير بقى عشان تظبط معانا قوي. بسم الله. بعد كده اقوم جاي بقى، بص هي بتتفرد لوحدها، شيل واحده كده وابتدي افرد البطيخ بتاعي بالشكل ده. اخد دول، اخد اخر شويه دول جنبهم كده، هو سيرفيس بطيخ محترم بقى ده يسقع، والموضوع بقى شويه جبنه جنبيهم، الموضوع هيبقى في حته ثانيه خالص. طيب الموضوع بقى ازاي اطلع البذر من البطيخ عشان لو عايز اعمله عصير. نشيل دول، نخلي دايما الحروف دي بيكون فيها بذر قليل، فنخليها ايه تروح معانا فين في العصير. هاجي بقى هنا كده نفس الموضوع، هقطع البطيخ بتاعي هنا، بس انا هنا بقى بص كنت بسيب من دي حته كبيره، لا هنا هسيب حتت رفيعه، انا عايزه تبقى زي صباع البطاطس كده، حتت رفيعه قوي كده. طبعا احنا مش هنعمل كل البطيخه عصير. بعد كده هقوم لففها بالشكل ده، واقوم مقطعها صوابع كده، واقوم ماسك بقى الصباع ده اسحبه لفوق، مجرد حتى لو فيها بذر، هي ما فيهاش بذر كتير، بس هخبط كده هنا، بصوا البذر بيخرج. بعد كده هقوم جايب، لو انا عايز احفظ ده، هقوم جايب كيس ثلاجه وابتدي كل اللي اخبطها كده نزل منها البذر احطها فيها. طيب بنعمل ده وبتبقى كتله كبيره كده، وبرده ما ينفعش يبقى عصير، لا حضرتك لما هتيجي تحطي ده في الفريزر فهنعمله ايه، طبقه واحده بس كده، مش هيبقى فوق بعضه، عشان لما اجي اطلعه يفك على طول، يخش جوه الفريزر بتاعي ويطلع، يبقى ما يبقاش كتله كبيره كده يبوظ لي الخلاط، يبقى عملنا عصير بطيخ وبوظنا الخلاط. لا هعمل كده واقفل ده خلاص الكيس بقى بالشكل ده، او هخليهم كلهم جنب بعض بالشكل ده كده، واقوم قافل الكيس، واقوم حاططهم في الفريزر طبقه واحده بالشكل ده، وبعد كده اطلعهم صوابع من الفريزر، افتح الكيس كده واطلعه، وجاي هنا منزله شويه ميه صاعين مع مكعبين ثلج، واحط شويه عسل ابيض واضرب في الخلاط، بقى عندي عصير. وناخد بقى كل اللي احنا طلعناه ده ونجهز العصير بتاعنا. طبعا عندنا عسل ابيض لو احنا شايفين البطيخه مش مسكره قوي، لو هي معسله خلاص هنحط شويه ثلج وشويه ميه وخلاص. نضف بقى كده من البذر، طبعا لو احنا عندنا علبه زي كده هيكون احسن، وابتدي اخبط في الجناب بحيث ان البذر بتاعي كله ايه يخرج او تتكسر والبذريه تقع منها. حطينا كده البطيخ، وقلنا لو البطيخه مش مسكره قوي فاحنا ممكن نحط معلقه عسل عشان احنا هنزود شويه ميه وشويه ثلج. بعد كده ادي التلج بتاعي، هاخد شويه ميه بقى متلجه كده مع مكعبين تلج، وقلنا التلج مش هنحطه في الخلاط عشان ما يبوظ، ممكن بقى نحطه فين في الكاسات بتاعتنا، ومش كتير عشان ما يغير، ما لما يسيح ما يبوظليش العصير بتاعي. وبعد كده هقفل واعمل عصير البطيخ بتاعي. خلاص كده جهز العصير بتاعنا. بعد كده بقى نروح على الكوبايات اللي فيها التلج قبل ما يسيح، ونبتدي نقدم عصير البطيخ. يبقى عرفنا ازاي نختار، وازاي نقطع، وازاي نخزن البطيخ، موضوع مهم جدا عشان لما الصيف يقرب يخلص، او البطيخ ما يبقاش حلو يعني الموسم بتاعه عدى، يبقى احنا لا عندنا البطيخ الاحمر اللي طعمه مسكر وطعمه في منتهى الجمال، و اخترناه المرة دي من غير ما نعتمد على الفكهاني، عشان ساعات بيبقى في الآخر عنده مش عنده الحلو كله اختاره يعني، أو اللي عارف ازاي يختار يختار، وما اخترناش حلو أو اشترينا وما طلعتش حلوة زي اللي جبناها قبل كده. خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم بكرة في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد إبراهيم، والسلام. ختام.